بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. اول دروس اللغة الانجليزية للصف الاول الاعدادي، الترم الاول، العام الدراسي 2021-2022. كل عام وانتم بخير. هناخد الاول درس الاول والثاني من الوحدة الاولى. نبدأ بالكلمات mom او mother، ام، mom، mother، ام، grandchildren احفاد، grandchildren أحفاد، great grandparents أبناء الأحفاد، great grandparents أبناء الأحفاد، son ابن، son ابن، sister أخت، sister أخت، parents الوالدين، parents الوالدين، aged بالغ من العمر، aged بالغ من العمر، بالغ من العمر 5 سنين 6 سنين كده يعني. band فرقة موسيقية، band فرقة موسيقية، chess شطرنج، chess شطرنج، great grandmother الجدة الكبرى، great grandmother الجدة الكبرى، aunt عم أو خالة، aunt عم أو خالة، great grandfather الجد الأكبر، great grandfather الجد الأكبر، grandfather الجد، grandfather الجد، dad أو father أب، dad أو father أب، brother أخ، brother أخ، cousin ابن العم أو ابن الخال أو ابن الخالة أو ابن العمة، cousin ابن العم أو ابن الخال أو ابنة العم أو ابنة الخال، grandchild الحفيد، grandchild الحفيد، daughter الابنة، daughter الابنة، drums طبول، drums طبول، uncle عم أو خال، uncle عم أو خال، hobby هواية، hobby هواية، interview مقابلة أو حوار، interview مقابلة أو حوار، twin توأم، twin توأم، great عظيم، great عظيم، busy مشغول، busy مشغول، grandmother الجدة، ودي قلنا قبل كده grandmother الجدة تقريبا، لا ما قلناش grandmother الجدة. كمل الكلمات. listen to music يستمع للموسيقى، هنا كلمات وحروف جر وتعبيرات. listen to music يستمع للموسيقى، play the drums يعزف على الطبول، play معناها يلعب أو يعزف، play the drums يعزف على الطبول، do hobbies يمارس هوايات، do hobbies يمارس هوايات، do voluntary work يقوم بعمل تطوعي، do voluntary work يقوم بعمل تطوعي، do voluntary work يقوم بعمل تطوعي، make noise يصنع ضوضاء، make noise يصنع ضوضاء، a picture of صورة لي، ممكن أقول a picture of صورة لي، مهم جدا الكلمة ديت إن جاي بعدها حرف الجر of، a picture of صورة لي، on TV في التلفاز أو على التلفاز، يعرض يعني على التلفاز، on TV في التلفاز أو على التلفاز، watch a football match يشاهد المباراة، watch a football match يشاهد مباراة، مباراة كرة قدم، play games يلعب ألعاب، play games يلعب ألعاب، favorite مفضل، favorite مفضل، finish ينتهي أو ينهي، finish ينتهي أو ينهي، male مذكر، male مذكر، female مؤنث، female مؤنث، family tree شجرة العائلة، family tree شجرة العائلة، voluntary work عمل تطوعي، voluntary work عمل تطوعي، photos صور، photos صور، voluntary work عمل تطوعي بيجي قبلها فعل اسمه do، do للجمع وdoes للمفرد، يبقى do voluntary work يقوم بعمل تطوعي، do voluntary work يقوم بعمل تطوعي، photos صور، play chess يلعب شطرنج، play chess يلعب شطرنج، today اليوم، today اليوم،
on Saturday evening في مساء السبت. On Saturday evening في مساء السبت. Go swimming يذهب للسباحة. Go swimming يذهب للسباحة. فعل go لما يجي بعد يا رياضة بيجي بعد يا رياضة آخرها ing زي ما احنا شايفين swimming سباحة، يبقى go swimming يذهب للسباحة. Next to big war، next to big war. Belong to ينتمي إلى، belong to ينتمي إلى. The same نفس الشيء، the same نفس الشيء. Win يفوز، win يفوز. Bother يزعج، bother يزعج. Children hospital مستشفى للأطفال، children hospital مستشفى للأطفال. بالنسبة لجزء الجرامر عندي هنا ضمائر الفاعل وضمائر المفعول وضمائر الملكية وصفات الملكية. ضمائر الفاعل اللي هي الأولى بتيجي في أول الجملة اللي هي الآي أنا، يو أنت، هي هو، شي هي، إت هو أو هي الغير العاقل، وي نحن، يو أنتم، وذي هم. بالنسبة للمربع الثالث اللي هو باللون الأصفر دي ضمائر المفعول، دي بتيجي بعد فعل زائد حرف الجر اللي هو بلينج تو ينتمي إلى، بيجي بعديها ضمير المفعول وبتيجي غالبا بعد حروف الجر زي تو وذ. ضمير المفعول مع الآي تبقى مي، مع اليو تبقى يو، مع الهي تبقى هم، مع الشي تبقى هير، مع الإت تبقى إت، مع الوي تبقى أس، مع اليو تبقى يو، مع ذي تبقى زم، ودي بتيجي قلنا بعد حروف الجر أو بعد الفعل. بالنسبة للمربع أو العمود اللي هو باللون الأخضر دي اسمها ضمائر. هناخد الأول العمود الأخير خالص اللي هو باللون القريب من الأصفر البيج اللي هي صفات الملكية، اللي هي مع الآي تبقى ماي، يو تبقى يور، الهي تبقى هيز، الشي تبقى هير، الإت تبقى إتس، الوي تبقى أور، اليو تبقى يور، الزي تبقى زير. صفات الملكية اللي في آخر عمود دي بتيجي قبل الاسم، يبقى ماي بوك، بوك هو الاسم كده فجاي قبليها ماي، ماي بوك يبقى كتابي، يور بوك كتابك. بالنسبة لي العمود الأخضر هي دي الضمائر الملكية ودي بتيجي بعد الاسم غالبا في آخر الجملة، وهي الآي تبقى ماين اللي هي تساوي ماي في صفات الملكية، اليو تبقى يورز، الهي تبقى هيز، الشي تبقى هيرز، الإت تبقى إتس، الوي تبقى أورز، اليو تبقى يورز، الزي تبقى زيرز. تمام، بنقولهم تاني. ضمائر الفاعل اللي هو باللون البينك، الآي بتيجي في اللي هي آي أنا، ضمائر الفاعل بتيجي في أول الجملة اللي هي آي أنا، يو أنت، هي هو، شي هي، إت هو وهي الغير العاقل، وي نحن، يو أنتم، زي هم. ضمائر المفعول اللي هي باللون الأصفر، الآي تبقى مي، يو، هم، هير، إت، أس، يو، زم، ودي بتيجي بعد فعل بلونج تو أو بعد حروف جر زي ويز. اللي باللون الأخضر دي الضمائر الملكية اللي هي ماين، يورز، هيز، هيرز، إتس، أورز، يورز، زيرز، ودي بتيجي بعد إتس أو بتيجي في آخر الجملة أو بتيجي بعد الاسم. صفات الملكية بتيجي قبل الاسم اللي هي آخر حاجة خالص، الأي تبقى ماي، اليو تبقى يور، الهي تبقى هيز، الشي تبقى هير، الإت تبقى إتس، الوي تبقى أور، اليو تبقى يور، الزي تبقى زير. هنا عندي جملة على كل قاعدة. هنا بالنسبة لصفات الملكية أو الجملة، this is my pen، ألاحظ بن هنا هو الاسم، بيجي قبلها صفة الملكية اللي هي my، this is my pen، هذا قلمي. طب لو عايز استخدم ضمير الملكية يبقى انا هخلي بن قبل ضمير الملكية، ضمير الملكية اللي هي زي الماين يعني اللي بتساوي ماي، يبقى هقول this pen is mine، this pen is mine، هذا القلم ملكي، this pen is mine، هذا القلم ملكي. الاحظ ماين جاي في اخر الجملة او جاي بعد الاسم اللي هو بن، او ممكن اقول it's mine، it's mine، انه ملكي. عندي هنا ضمائر الفاعل اللي هي الاي واليو والهي والشي والات والوي والذي، بتيجي في اول الجمله زي ما اقول يو هاف ا بوك، انت تمتلك كتاب. ولو عايز استخدم ضمير ملكيه هقول اتس يورز، اتس يورز، الاحظ يورز في اخر الجمله وجايه مميزه بحرف الاس وجايه بعد اتس. عندي بلونج تو بيجي قبليها فاعل بلونج تو او
بيلونج تو، وبعدين بيجي ضمير المفعول اللي هو زي الهم وزي مي، زي ما اقول this is Ali's bag، هذه حقيبة علي، it belongs to him، انها تخصه. الاحظ هنا him ضمير مفعول جاية بعد التو. كده بيخلص الدرس الاول والثاني من دروس اللغة الانجليزية للصف الاول الاعدادي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.